كلام مسؤول، رجعنا لكم من جديد ومعانا مدام خنسة الغربي رئيس مصلحة الاتصال بالوكالة التونسية للتعاون الفني. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام خنسة. مدام خنسة الغربي مناش نسمعوا فيك. نعود الاتصال بمدام خنسة الغربي عن وكالة التعاون الفني باش نحكيه على الانتدابات، نحكيه زادة على الاختصاصات اللي تهم وكالة التعاون الفني، نحكيه زادة على آخر جديد كيفاش ممكن التسجيل أيضا في وكالة التعاون الفني، قديش الانتدابات. ومعانا مدام خنسة الغربي، أهلا وسهلا وصباح النور مدام خنسة. صباح الخير. مشكورة جدا، مشكورة جدا على التدخل معنا. شنو آخر انتدابات الوكالة وشنو أهم الاختصاصات؟ بالنسبة للوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 أفريل من السنة الحالية قمنا بانتداب 1139 متعاون. بالنسبة للبلدان، دونك أول بلد يستقطب الكفاءات هي كندا، وفي الجي في المرتبة الثانية ألمانيا، وفرنسا، في الثالثة إيطاليا، والسعودية اللي هما متقاربين في عدد الانتدابات. بالنسبة للاختصاصات، دونك أكثر الاختصاصات هي الصحة والتعليم. بالنسبة لكندا الإطارات شبه الطبية، مجال الإعلامية، مجال الخدمات والسياحة والمطاعم، النقل واللوجستيك، الصناعات الميكانيكية والكهربائية. أما بالنسبة لباقي الدول كما ألمانيا، نلقاو الإطارات شبه الطبية شبه الصحية، في دونك هي أكثر دونك قرابة 190 منتدب في ألمانيا، هو الكل العدد قرابة بالنسبة لألمانيا دونك العدد 201، دونك 190 إطارات شبه الطبية. بالنسبة لفرنسا الإعلامية والصحة الأطباء، إيطاليا إطارات شبه الطبية، السعودية التعليم والصحة والفلاحة. دونك نسبة كنت تحب شوية أرقام، معناها نسب بالنسبة للبلدان الأوروبية يمثل الانتدابات 44%، البلدان العربية 26%، وبلدان القارة الأمريكية وآسيا 23%. واضح، هذوما أهم الأرقام تقريبا كان ذكروا بالاختصاصات. أي دونك الصحة والتعليم في المرتبة الأولى، دونك إدارات شبه طبية، الإعلامية كذلك، السياحة والخدمات، اللوجستيك، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والفلاحة. إذا هذوما أهم الاختصاصات. البلدان اليوم اللي تطلب أكثر كفاءات تونسية، ما عليها طلب ربما من الكفاءات التونسية؟ بالنسبة للبلدان الأوروبية نقاو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. بالنسبة للبلدان العربية، دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، قطر والإمارات كذلك. وبالنسبة لأمريكا كندا. واضح، هذوما تقريبا اهم البلدان. اذا ديما فماش ربما اتفاقيات مع بلدان جديده، فماش بلدان معناتها خلينا نقولوا ماهمش المعتادين بهم جدد معناه. ان شاء الله ان شاء الله قاعدين نتوسعوا في السوق وحسب الطلبات واحتياجات السوق الدوليه. احنا بالنسبه لكندا هو يسمى سوق جديده، اللي عندنا توا سنوات عملنا اتفاقيات مع وزاره الهجره الكنديه، واحنا الشريك الاول في الانتدابات. دونك حتى في الاختصاصات قاعدين يتبدلوا الاحتياجات. من الاول بدينا بالاعلاميه، دخلت الصحه، لقاو كفاءات تونسيه معناها عندها كفاءه، مجال النسيج كذلك، النسيج والملابس. دونك قاعدين يتغيروا الاحتياجات حسب الاختصاصات وحسب شراهم في المترشحين التونسيين تاعنا. واضح، مشكورة جدا مدام خنسة الغربي رئيس مصلحة الاتصال والتسويق بالوكالة التونسية للتعاون الفني على كل هذه التوضيحات. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النصف النهار.